المحترم، تحدثتم على أحد أهم الأوراق التي نشتغل بخصوصها، وطبعاً إحنا وزارة التضامن والمرأة والأسرة التنمية الاجتماعية قيمت الخطة الوطنية للطفولة ولقات بأن هناك نقص كبير على مستوى الحماية. لذلك إحنا في 2015 نهاية المشوار ديال الخطة الوطنية درنا تقييم شامل وسوف يعرض على اللجنة الوزارية مستقبلاً في هذه الأيام القريبة. لكن هذاك الجزء المتعلق بالحماية اللي فيه نقص نحن اشتغلنا بشأنه في سياسة عمومية التي قدمنا بعد بوادرها للجنة الوزارية، واللي طبعاً عندما تصادق عليها الحكومة كل مكون سوف يلتزم بالانخراط في ورش حماية الطفولة حتى لا يبقى شأناً قطاعياً، بل هو شأن الحكومة، بل هو شأن الدولة، بل هو شأن المواطنين. حماية الأطفال هو في رقبة الجميع، لا يمكن أن نتحدث عن دور الحكومة في غياب دور المجتمع المدني أو في دور المجتمع ككل. لذلك نتحدث اليوم على أجهزة تبليغ وأجهزة الاستقبال اللي حنايا خدامين بها طبعاً، لكن هذه الأجهزة بدون من يقوم بالتبليغ، بدون من يقوم بحماية الأطفال، كتبقى أجهزة حاضرة دون أن تفعل، لأن الذي يفعلها غائب. بأن وزارة التربية الوطنية منكبة هذه الأيام على التعليم ما قبل المدرسي، لأن عندنا خصص حقيقي خصوصاً في المدارات القروية. ما نساوش بأن وزارة التضامن من خلال التعاون الوطني تتدخل في هذا الباب باش تعاون الأسر المعوزة، وكذلك تقدم هذه الخدمات لوزارة التربية الوطنية طبعاً ما قدرتش تغطي جميع التراب الوطني. شكراً سيدة الوزيرة.